نحن في سوالفنا وفي لمتنا غير، نلتقي بأحبابنا واللي تعنا بالمسير، سالفة ما سالفة كلمة تدرينا كثير، التجارب حفلة كبير ينقلها الصغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا هم هلا ومسهلا وغلا. اليوم حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم الشبة مع ضيوف بإذن الله راح يعجبونكم وراح نستانس معهم. الضيف الأول ذيب العتيبي والضيف الثاني سلمان الفليح، والضيوف اللي مستمرين معي على طول بدر الضبعان والمقدم أخوي أبو محمد عبد الله الدخيل. يا هلا يا مرحبتين. والله انت تصور وانا اصور يا حبيبي، لان هذا كله متخصص. الله يطول بعمرك. الله يعافيك. يا هلا والله مسهلا. الفرصه الطيبه يا ابو. يا حبيبي الله يطول بعمرك. الله يسعدك. اول شيء انكم ما قصرتوا، وشكر لكم على استضافتكم، وانا مستانس بشوفتكم، وانا احب قناه المجد محلك، وهذا اللقاء الثالث ولا ابو الاخير. يا جلال والدك ولا ابو الاخير. انت الله المحتوى ترى جميل جدا جدا، سياحه وبر وناس، يبيض وجهكم المحتوى هذا ما ينترك. طول عمرك. الله يسعدك. الحين السنابيل نستانس بوقفه الجوال كذا. يا حبيبي الله يسعدك. تفضل. الله يعافيك. شكرا. الله يطول عمرك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، أسعد الله أوقاتكم بالمتعة الجميلة، بالمتعة المباركة، بالمتعة الحقيقية، متعة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ضيفنا الغالي وحبيبنا، أهلا وسهلا أبو عمر. الله يعافيك أبو محمد. يا هلا وغلا. شكرا لك على هالمقدمة. تشرفنا بك بعد راسك. الله يجزاك خير. فعلا كانت كلمة تحمل جميع معاني المتعة، من ذكر، من أدب، من احترام، صحيح، من تقدير، من توجيه، من إرشاد، من مربي فاضل. الله يعافيك. رب أجيال. حتى الليل يقول ربي. نعم درست في الليل. نعم صحيح. الله يعني شرفنا بك الليلة. طول عمرك. شبتنا غير اليوم. الله يجزاك خير، وانا متشرف فيك وفي الاخوه. الله يسعدك ويبارك فيك. ضيفنا الاخر الصوت الجميل، الصوت الشجي، الاصوات اللي ما شاء الله تبارك الله، اخوي الغالي سلمان الفليح. هلا والله ابو محمد. يلا حيو، شخبارك؟ حياك الله. الله يجزاك خير. الله يسعدك. ان شاء الله نقدم حلقه ان شاء الله ترضي الله عز وجل، ترضي المشاهدين باذن الله عز وجل. مرحبا ومسهلا ابو محمد. نبي كيلات. ابشر والله بعزك. حاضرين حاضرين. الله يسعدك. نعم نقزيه. ابشر والله بعزك. شعرنا غالي بدر الضبعان ما نسيت اليوم. نعم. وشبه نبي قصايد ونرحب بك ونهلي بك ويا مرحبا يا حبيبي. ولا تقتل المتعه. لا ما نقتل المتعه ابد ابدا ابدا. هذا والله بيقتل المتعه. شو يساري كره ابو ناصر. عفا عليك. يهجم على طول. عفا عليك. هذا شوف انت المتعه والسعاده بالدنيا والاخره ان شاء الله. وانت المسلم. والله اني مسلم. اي والله اني مسلم. اخوي ذيب العتيبي الله يعافيك. شلونك؟ الله يسلمك ابو ناصر. يطول عمرك. الله يجزاك ما شاء الله تبارك الله. ممتع. الله يعافيك. يعني فعلا قلت كلمه انت قاعد تنفذها. يعني مو انت مو مثل الناس، على كثير من الناس لما يشغل الكاميرا مثلا او يشغل السناب او يشغل كذا تلقاه شخص يتصنع شيء. شكرا يعني يقدم مادة لكن ما يعمل بالشيء اللي هو يزينه. انت لا. الحمد لله. فعلا لا تقتل. ودنا نتكلم منه المعلم ذيب العتيبي. منه الله يعافيك. منها الرجل هذا من يجعلك تسأل. انا واحد من المجتمع وجزء من المجتمع، وكل انسان اجتماعي بطبعي. صح اني اسافر لحالي لكن انا بطبعي انسان اجتماعي، لكن احيانا احب الخلوه مع نفسي، لان الخلوه تعتبر تامل وعباده. التامل عباده. انا درست 21 سنه، منها مدير ومنها حتى كنت معلم، اللي هو معلم رائد نشاط. اكتشفت مواهب طلاب، يعني خرجت اجيال. درست في الليلي، كانوا معظمهم من الموظفين خاصه فئه القطاع العسكري. انا من الناس اللي احب هوايه السفر من صغري، احب السفر. بعد كذا تطورت ونمت الهوايه، اضافه الى ذلك من الناس اللي احب البر الكشتات. لاني انا اما اكشت برا ولا اروح اي مكان ولا في البر
استانس انبسط تطبخ تسوي اللي تبغاه يعني تقضي وقتك لان زحمه المدن والصخب هذه تتعبنا احيانا كثير صح ودائما اكثر من اصدقائي يقول بخويك يقول لن تستطيع معي صبره بعض الاصحاب ما يقدر يطول معي لان انا رحلاتي من الرحلات الطويله خاصه أيه. بالاجازه الصيفيه انا اتذكر رحلاتي وصلت لحد 120 يوم خارج المملكه هذه برا المملكه 120 يوم ما شاء الله فوق اربع شهور نعم اربع شهور خارج المملكه خارج المملكه ما شاء الله بعضها 90 يوم 70 يوم على حسب ما شاء الله ما شاء الله بعض الناس توقع انها مكلفه لا بالعكس انا احسب يوميات سفراتي من 300 الى 500 ريال يوميا يعني الرحله اذا طلعت 60 يوم 30000 في بعض الناس يصرف 30000 في 10 ايام صحيح. لا انا من الرحلات الاقتصاديه انا مصداقيا لكلامك يا جماعه الخير تابعوا بالسناب الله تشوفون الكلام اللي انا اقوله يجعلك تسلم طلعتوا بلبر مو بصف فدلال وصف قدوم وصف محمد لا ما انا 180 درجه الان دله وبراد وبراد وقدير صغير قدير صغير فعلا كشته للوناسه مع انه اكثر الناس الان في سناب صار يطلع عشان يصور ادلال يتنقى اللي تلمع وش اسمه الفرش والامور هو لا انا بعت لا ويصور من بكره يقول الله يعين على ضبط الحوسه ايه؟ يصور انا ما انا شيء هناك لكن حذفها المعلومات لا انتم شفتوا بالسناب مثلا لما يصور منطقه اول مره يزورها وعنده معلومات كثيره عنها لحظه هذا السؤال انا بساله دقيقه لا تساله قل له لا تقتل المتعه يا مسلم صحيح هذه متعتي ليش تنتقد العكس انا لا لا هو صح ولا لا ابو عمر لا يبدو لي هو الشعراء تراهم يخوفون لكن يبدو لي انه مدحني لا هاي لم يدخل لا 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 لن يذمك ولا نذم حاشاك لكن هو يتكلم عن صفون الدلال يا اخي متعتي هو شوف اي نعم صح ولا لا ابو عمر لا بس هو انه انت محمد مير اللي يجون عندك مثلا على قد الدلال مثلا خلينا نقول 20 رجال واكثر اللي خلف الكواليس انا ادري بطلعاتك لكن انا اتكلم عن في ناس يحطه ولا عنده احد لا 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 لا, لا انا لي سنتين او اكثر لن اصف في دلال او اشياء كثيره او اشياء متعبه او اصلح شيء يعني ما له حاجه بس انا احط راد واحط بريد اعلانات تتصف الغصب انا ما ودي اهرج قبل شوي سنه اجبرتها لا تقتل المتعه يا مسلم ابو عمر انا صادق يعني في اشياء يا اخي هذه طاقتي انا عندي صحيح. استيعاب اني اصف واضف واشيل وانبسط ابى اسالك سؤال يا ابو عمر اسلم لو معلش قطعت سؤالك لا 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 رح رح طلعت للصيد وطلعت هالجبل ومعي البندق ومعي المزوده ومعي شنطتي اغراض ودنيا وتعب وانام بالضلع يومين ثلاثه عشان اصيد اجيب لي بدن ولا اجيب لي ارنب ولا هل هي تعب وغثاء ولا متعه للرجل لا هي متعه تعتبر هي متعه له صح ولا لا صحيح. انا طلعت الان هذه متعتي الشاعر جدع الشماغ ومع السبحه ودار بلبر وراح يمين وراح للشعيب وطارت شوشته وتعب وكتب ومسح هل هي متعه ولا لا لا صح لا تقتل المتعه يا مسلم لا بس في هذا واقع ولا لا مثل ما تفضل ابو ناصر بلى عندي دله براد لاني لحالي انا ممتاز وقدر صغير اطبخ فيه انا اللي ودي اوصل الفكره يعني كثير من الناس لان انا معلم تربوي وترى الحركات اللي نسويها تراها ايحاء وتوصيل احنا من الان لما تجي تصلي تلقى ولدك الصغير يصلي يقلدك يا سلام لان انا مسنب الناس كلها تشوفني ليش صحيح. ليش دله براد انا بس اوصل رساله للناس ترى تقدر تكشت باقل التكاليف يا سلام بعض الناس ترى يوم يشوف الدنيا كذا يقول خلاص غالي انا ما اقدر تستطيع ابو عمر تحط قدامك انت بالذات تحط قدامك 5 6 10 دول 10 بريق ما صحيح. ولا ينقصك شيء صحيح لكن هذه متعتي هذه وناستي واستطيع اني اقدم لك من الناس رساله ترى ببريق ودله تكشت حبتين والله قلت حتى برا قلت حتى ما تحتاج سياره دفع رباعي اغلب الناس سياراتهم صغيره تاخذ لك دله وبراد ولا ترمس قهوه ترمس شاي واطلع في مخطط اطلع على البحر اجلس استمتع السعاده لن تاتيك مشيا على الاقدام اذا انت ما بحثت عنها هي ما تجيك ولا هي بالفلوس والبحر لا لا ما لا لا بالعكس طيب استمتع على قد صحيح هل الكلمه هذه اللي انت اطلقتها كنت مخطط فعلا له يعني مثلا خلينا نقول في كتابه سيناريو احيانا يضرب صناعة محتوى الآن اي يعني كصناعة محتوى في ناس تكتبه وفعلا نضرب ونشوف كثير ما شاء الله يقدمون القنوات يا اخي تصنع محتوى ويكتب وكل شيء بالنهاية يطلع واقعي وشفنا قنوات كثير هل الكلمة هذه كنت معد له مثل الشيء ذا ولا فعلا كانت انطلاقة كذا طلعت وبس لا هي طلعت من معاناة الحقيقة لان انا بعد تقريبا فصلشته كله بعد ما انتهيت فصل انا اخذت 7 شهور عشان ايام كان الحجر
ومقفل المطارات، اخذت 7 شهور داخل المملكه، الف داخل المملكه واصور، بما انه برنامج سناب شات لان هو وسيله التواصل بيني وبين الناس، فصار يعلقون الناس على كل شيء. يوم انت فصل الشتاء خلاص وقفلت العزبه، كنت جامع الكلمات اللي كان الناس مو ينتقدون، كانوا يتدخلون في حياتي. يعني بعض الناس يحب ياكل شيء يبغاك تجرب زي انت. طيب جامع هذه ابو عمر جامعها في خلفيه الاشياء اللي بس اني لما تكلمت كانت عفويه جدا، قلت شوف انا اليوم قفلت، لكن ترى في اشياء كانت تزعجني ولا انا بردها على الجميع. يا سلام. كان يزعجني اني كنت اسوي كذا، يقولوا لي سوي كذا، اذا طبخت الشيء فلاني قال اطبخ الشيء فلاني ولا جرب الشيء. طيب انت عشت تجربه، انا من حقي اعيش تجربه بعد، انا ابغى اعيش تجربه مثلك، اذا انت عشت تجارب تركني استمتع. تقدر تعيد العبارات لنا ابو عمر؟ اي كنت انا شوف على فكره بالمناسبه انا قلت لا تقتل المتعه في السناب وضربت، وليومك هذا ما عدتها في السناب نهائي. ما تقدر تعيدها الان؟ ما عدتها نهائي في السناب، ما حبيت استغلها لدرجه ان قال لي محامي سجلها، قلت له ما ابغى اسجل، لو سجلتها ماتت، سجلها حقوق فكريه، قلت الناس تتداولها الان لدرجه صار يكتبونها على الملابس وينشرونها. انا مقتنع انها علاج للمجتمع وحكمه بتمشي السنين كلها، خلى الناس تستفيد منها، لدرجه ان فيه متاجر استفادت منها كتبوها على التيشيرت حتى صورتك. اسمح لي اتكلم بلسانك. اتفضل. غير الكلام اللي انت قلته، ليست هي محتواي انا، محتواي اللي كنت اقدمه هو اللي كنت اقدمه قبل اشتهر. صحيح. هو اللي استمر عليها الان. يعني تخيل الكلمه ما قالها غير ما قالها، وما زال هذا واقع لنا، المشاهدين قاعدين يزودون عندك. صحيح. المتابعين قاعدين يزودون، معناته المحتوى هو الاهم. اما انك تقدر تردد كلمه الناس اعجبوها، تخيل ان انشوده ضربت معك او شيء ضربت، زين السنه الجايه واحده ثانيه نفس اللحن، ليش؟ ضربت الاولى بس غير الكلمات، ولا انت ضرب الثانيه ما راح تضرب، ما راح تضرب. صحيح. هي نفسها، انا لا تقتل المتعه المسلم جت في وقت الكل كان يبي يدور، الناس كانت تعاني، الناس كانت كلها تعاني، كان هو اسلوب حياه. صح. اسلوب حياتك مو ودك احد يتدخل فيه. صح. اضافه لذلك شوف الكلمه الحقيقه انها وصلتني للاعلام، يعني الاعلام كان يعني شوي ظالم القسم السياحي، احنا تخصصنا سياحه وسفر، بحكم اننا انا كنت معروف في وسط السياحه والسفر، وجهي مألوف لان انتشر لي مقاطع، بعضها يا اما مقاطع عن السفر او مقاطع يعني فكاهيه وكذا، كلها في حدود الادم بفضل الله سبحانه وتعالى. فبذلك لما جاء المقطع رجعوا لحساباتي في تويتر في اليوتيوب وكذا فانتشرت. ولا انسى معالي المستشار تركي آل الشيخ هو اللي يعني سوى لي دعايه بشكل قوي. صحيح. جدا. صحيح. الله يجزاه خير، لما حط المقطع حقي وكتب عليه مطلوب كان باب الفكاهه فانتشر بشكل عجيب، خاصه في تويتر، حتى الاضافات في تويتر يعني. فاحب امسي عليه والله يعطيه العافيه. طيب. على ذلك احنا بنستاذنك ابو، الله يعافيك، روح ضيفنا. مرحبا ومسهلا. هلا والله ابو ناصر حبيبي. هلا والله. عندنا نسمع شيء. ابشر ابشر طال عمرك. الله يسلمك. عاد انت صايم على الدخان. على هذا الدخان ما احنا ندفع. ندفع اتراعد من داخل. ما عليك. نبدا بالسامريه اللي طيب قلتها البارح. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا كل ضيقه تروح كلها من يوالي كل ما ضاق صدري رحت للضلع غني كل ضيقه تروح كلها امن يوالي يا زمان العجايب اختلف فيك ظني ما بقى شي يفرح ما بقى ما يسلي واصفق بدايه وتنهت وواني جاوب الضلع صوتي ما حصل لك حصل لي بيت شعر وحفظته بالحشا مستكني حايل ديار حاتم وانا شمرها للي حايل ديار حاتم
وانا شمرها للي. سلامتكم. سلام الله وجهك ما شاء الله. هذا بعد بيت اتوقع يرد علي بس سكت. اللي يقول ما بقى شيء يفرح ما بقى شيء يسلي ما بقى ما يسلي. قلت اخاف يغلى يدخل علي يقول لي لا تقتل المتعه. طيب لا بس عشان شطر اعاد المتعه. طيب سلمان ما شاء الله تبارك الله متى بديت بالمجال هذا يعني؟ والله البداية الفعلية ولا من زمان؟ إيه لا من زمان يعني. ومتى يعني كل الثنتين؟ البداية البداية اللي من زمان طبعا أي واحد له يجي تحطيم يجيب البداية كلام سلبي يضحكون عليك. طبعا أنا بدايتي بدرج بيتنا صراحة يعني. صدى تحت الدرج ولا فوق الصدى؟ لا لا فوق. لا محجور. أي تعرف صار السطح يجيك صدى أي. فهناك بديت وطبعا كنت هذي اهلي بس جزاه الله خير الوالد والوالده ما طردونا هناك الحين والحمد لله الامور زينه. لكن البدايه الفعليه تقريبا قبل 12 سنه تقريبا. اي هو الحمد لله ماشي. بديت طبعا مع فرقه يمكن تذكر ابو ناصر فرقه نغم مسي عليه بالخير راح طبعا المستعان قبل 12 سنه ايام الفرق. اي وبعدها مشيت خط الحالي والحمد لله ما شاء الله مواصلين. بس يعني صار فيه على ما قال دروب على ما قال انقطاع ورجوع والحمد لله. طبيعي لانه السوق اصلا الان اختلف نوعا ما يعني. صحيح صحيح يعني مو زي اول يعني بشكل كبير. البومات اول تخدمك الحين لا اليوتيوب ماشي على اليوتيوب على الاعلانات على الاشياء هذه يعني. طيب احنا بنستاذنكم. خذ راحتك. انا وابو عمر بنروح للبير ونرجع. ابو عمر الله يعينك البير عينك الله وش افضل يكون حدفني في البير. هذا هذا المثل اللي يقول الذيب في الجليل ما بيطبق علي الليل. لا البير البير بالضبط. ولا اعلمك هناك شو السالفه. روح روح خلي عشان انصحوني. لا روح روح توكل سلامة توكل الله من سلام. انتم ما استسلم انت لا تقتل المتعه. فكره الجليل او البير بعطيك اسئله ايوه يحق لك فقط تسكب سؤال واحد تقول ارمى بس سؤال واحد سؤال واحد الباقي لازم تجاوب. كم سؤالي والله ما اعلم. هذا لا تقتل المتعة يا مسلم وخذه. بسم الله توكل توكل الله يفك. اللهم سلم سلم. اي والله ما دام انت شكلك خاف انك شيء ما تعلمني. حياك الله. الله يعافيك. هذه الفقرة عاد شرحتها لك أنا وإحنا جايين. إيه خلاص ما أحتاج. وضحت. لكن السؤال يقول لك فيه مشكلة بينك أنت وشخص عادي تقول اسمه إذا مو معجبك السؤال سكب له. بس ترى في أسئلة بعده. الحين أي سؤال. حلو. أسكب. طيب كلها لازم أجاوبه ولا لي واحد. خلاص الباقي كله لازم تجاوبه. يعني ليش كب واحد؟ بس. في مشكلة بينك أنت وشخص. لا والله ماني بقايله. لا والله ما بقى سكيب. حطه في البير. حطه في البير. حطه في البير. طيب اللي بعدها كل اسكيب ولا لا واحد ما يمديك سكيب واحد خلاص لا عليه. اي انا خاف ان هذا اهون. لا ان شاء الله انه استضافتك القنوات من اجل لا تقتل المتعه ولم تستضيفك من اجل اهتمامك وهو السياح. ايه شوف صحيح نعم انا بعد الجمله الشهيره لا تقتل المتعه صحيح كثير من القنوات استضافت 9 قنوات وثلاث اذاعات. الحقيقه اغلبهم يعني لان طلعت ذيك الايام الكلمه وصار المجتمع كله يتكلم فيها والعالم كله يتكلم فيها. ولكن انا ما رجعت عدت الكلمه مره ثانيه في سنابي. انا قلتها مره واحده وما عدتها بعد كذا لاني انا ماشي على رتم معين اللي هو السياحة والسفر والكشتات والرحلات. فبذلك يعني أنا عندي زيادة متابعين فضل الله كل يوم زيادة متابعين. ليش زيادة؟ مو عشان لا تقتل المتعة بل زيادة عشان المحتوى اللي أنا أقدمه. أنا أقدم محتوى يناسب الفئات العمرية اللي من فوق 20 سنة اللي هو طبعا رحلات والطبخات والكشتات وكذلك السفر. فبذلك لو كان استضافتهم على أساس لا تقتل المتعة هم صح أنهم هي البداية. هي نعم صح. نعم صح. أنا كثير من الناس يعني حتى استغلها حتى كثير من المشاهير برضو صح. كثير من المشاهير استغلوا الكلمة لدرجة بعضهم يرسل لي يقول قل لا تقتل المتعة أساس يصير عنده محتوى. فما كنت أنا مؤمن بالشيء ذا لأن شيء خاص فيه أنا صح.
وانت ما اقول لك يعني الواحد انه يحاول انه يرتقي على اكتاف الاخرين، صح؟ كل واحد له محتوى. بالضبط. اي نعم. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. ابو عمر يقول لك هل ابو عمر ليس له اصحاب؟ دائما نشوفه كشت ويروح ويجي لحاله. شوف الحقيقه انا انسان اجتماعي بشكل كبير جدا. انا انسان اجتماعي. تفضل. ابدا بجاوب الرسالة هذه. اشوى الحمد لله. اشوى اشوى من السؤال الاول. انا بطبعي اجتماعي، انسان اجتماعي. حتى كثير من الناس يقول انت شوفك تحضر محافل، تحضر عزايم، تحضر ملتقيات السفر، ملتقيات السياحه، ومع ذلك تروح حالك. انا الحقيقه اسافر مع الاصحاب واحب الاصحاب، لكن اكثر وقتي الحالي. ليش؟ لان الحالي اكل زي ما ابغى، امشي زي ما ابغى، اتمشى زي ما ابغى، ولا حد يقلقني، لان رحت مع كثير من اصدقائي رجعني، ولدي تعبان، الاهل تعبانين، برجع. فلقيت انه عكر رحلتي وعكر مزاجي. فبعض الناس يقول الراكب شيطان والراكبان شيطانان، الثلاثة تراكب، صحيح، لكن العلة انتفت. هذا زمان لما كانوا على الإبل والخيل الناس يخافون انك تمر تطيح يجيك من الحيوانات المفترسة، لكن الآن تركب الطيارة معك ناس، تركب القطار معك ناس، يعني ما في شيء يخوف، تمشي بالسيارة معك ناس، يعني تشوف فلخة سيارات. فأشوف ان المتعة الحقيقية للإنسان وحده. كنت في ظهر أبي وحدي، وفي بطني أمي وحدي، وخلقت وحدي، وسوف أموت وحدي، وأبعث وحدي. فإذاك خلنا ناخذ الدنيا هكذا، ولا تقتل المتعة. طيب في أحد الرحلات أو قبل الرحلة تعرضت للطرد من القطار؟ إيه هذا في بعد مسعيد تنفك اصبر خلي يكفي السؤال. خلا معي هذا هو السؤال. إيه نعم. نعم كنت في باريس في محطة القطارات. طبعا تعرضت لموقف طرد في باريس. باريس لانها بحكم انها اول شيء كثرة الناس فيها وكثرة العالم وكثرة الجاليات وكذا، فيصعب التحكم فيها حتى لو كانت مهيئة، على الرغم ان محطة القطارات مهيئة بالكاميرات، ولكن هذه من المواقف اللي انا ما انساها. الطرد في مترو باريس، فما قدرت، لو دخلت المترو لحقني، فاضطريت اني، لان طبعا المترو تحت مخارج، فاضطريت اخذ اقرب مخرج وطلعت برا اساس اكون مع الناس. وهو اصل حتى لو لحقني برا، المجتمعات الغربية سبحان الله كل واحد عايش في حاله، حتى لو شافك تسرق ولا تقتل ما يتعرضك ولا يتدخل ولا يحاول انه يفض، بالعكس يناظر ويمشي. سبحان الله المجتمع العربي بشكل عام فيها النخوة، ما يحب يشوفك ويسكت ولا لا، لابد انه يتدخل، اقلها يحاول يفرق او اقلها يحاول يخلصك من المشكلة. فالحمد لله يعني هذا الموقف اللي حصل الحمد لله تخلصت منه. الحمد لله الحمد لله. طيب قبل النجمة ما كنت تعلن، ليش بدأت الإعلانات بعد النجمة؟ والله أشوف كثير من المتاجر الإلكترونية ولا من التجار ما يثق إلا في النجمة، حتى لو كان حساب مهرج، للأسف على اللفظة هذه. لأن في بعض الحسابات تلقى ما عنده محتوى، وتلقى محتوى مثلا مراهقين لا يقدر يشتري ولا يقدر يتحكم ولا عنده مصروف. فبذلك كثير من الناس يفكر يقول خلاص هذا عنده نجمة، هذا مؤثر. فهم فرق بين المؤثر وبين المحتوى اللي يقدم. فقبل النجمة كانت الإعلانات ما أقول لك ما هي موجودة، شبه معدومة. كان إعلان وإعلانين في كل ثلاثة شهور. ليش؟ لأن يقول أنت ما أنت موثق حتى لو كان عدد المتابعين عندك بشكل كبير. لكن بعد النجمة في إعلانات، فضل الله سبحانه وتعالى، فيها أيضا الناس تثق. الترند يطلعك ترند دائما، لدرجة أني أنا إذا سافرت رحت مكان مثلا أكتب اسمي ذيب العتيبي، حط جنبي مثلا فرنسا، هولندا، يعني اللي مهتم بطالع. زي الان رحلتي كاتب فلبر، يعني اللي مهتم فلبر بيتابع. صح. اي نعم. صح. الله يعافيك. طيب انت سافرت اكثر من 85 دولة. نعم صحيح. وتقول طبعا خارج المملكة. اي نعم صحيح. وتقول السياحة الداخلية افضل. شوف دائما انا اذكر ان السياحة الداخلية جميلة جدا، صح ان فيه بعض المقومات السياحة عندنا تنقصها شيء قليل. صح. احيانا في بعض الاماكن تكون اسعارها مرتفع، لكن السوق عرض وطلب في كل العالم، حتى برا في الدول برا السوق عرض وطلب. اذا فيه موسم سياحي تلقى الفنادق ترتفع، المطاعم ترتفع، تلقى احيانا مشغوله. فانا احب السياحه الداخليه بشكل كبير دائما. صح اني اسافر برا لان هي هوايه، لكن انا لما اسافر داخليا في ناس ما يقدر يسافر برا، في ناس تلقى عليه مخالفات ما يقدر يطلع جواز. فانا لابد اني اقرب الصوره للناس، اخفف كذا، تقدر تروح كذا. فاحنا بعض الناس يتوقع ان عندنا السياحه بس في الصيف، لا، السياحه في كل المواسم. زي الان فتره شتاء
فيها تقدر تروح حائل، تقدر تروح القصيم، تقدر تروح المنطقة الشمالية. صح. هذه تعتبر سياحة. مطاردة الأمطار، الثلوجية تنزل، هذه كلها تعتبر سياحة. صحيح. فالناس توقعون بس السياحة في المناطق المرتفعة في الصيف، لا. إذا انتهى في الرحلات الشتوية، رحلات الربيع. صحيح. والحمد لله يعني بلدنا يزخر بالسياحة. صدقت. الله يعافيك. طيب طبعا. أنا قضت الأسئلة لكن الصراحة استحضرني سؤال من كلامنا الآن. الله يعافيك. الإعلانات والسناب شات، هل فيه يعني رسم خطة معينة بالإعلانات؟ يعني خلاص أنا الإعلانات الكذا هذه أسعارها، إعلانات كذا هذه أسعارها، أو لا حسب الحاجة مثلا؟ إيه نعم. الآن والله أنا عندي سفر قريب برا، خليني أعطيه مشي ميسان. إيه. هذا خليني بس آخذ. إيه. لا شوف، أنا في إعلانات كثيرة أرفضها أي شيء. ليش؟ لأن أنا أعرف جمهوري، أعمارهم كبار في السن، كلهم فوق 25 سنة، فأنا أعرف الجمهور، فئة الجمهوري. لو جبت إعلان مثلا، أذكر واحد جاب لي إعلان يقول أعلن عن مثلا زيت، قلت الزيت هذا ما يناسبهم، كبار اللي عندي في العمر، وقلت حاول تستهدف الحسابات النسائية لأنه شعر خاص بالشعر. صح. فأنا لو أعلنته راح يضعف السناب، راح تقل الموثوقية. في أذكر بعض الإعلانات العود أرفضها، لأن العود والعسل هذه شغلة مزاج. صحيح. إيه، لأن بعضا أنا ممكن أذوق عسل يعجبني، ممكن واحد ما يعجبه العود. صح. ممكن أنا أشوف إنه يعجبني غير ما يعجب. فهي مسألة أذواق. فحاول أتهرب من بعض الإعلانات، إني لأن أنا أستلم راتب الحمد لله، موظف أستلم راتب، فما عندي اللهفة والطرد وراء الإعلانات. لا، أخذ الإعلان اللي أشوفه راح يناسبني ويناسب المعلن ويناسب المتابعين. شفت إنه الكل استفاد. حتى أذكر مرة سويت إعلان لأحد الشركات، صادف إعلاني إعلان أحد المشاهير، وما أقول لك إنه ضرب على إعلاني، لا، قلت المبيعات. فقال لي والله الإعلان إيش رأيك تعيد وبعطيك نص المبلغ تعيد؟ قلت لا تعطيه ولا ريال، أبعيد لك، لأني أنا لاحظت إن أصلا سناب شات صارت في مشكلة ذاك اليوم ونزلت المشاهدات. لكن أبعيد لك أبشر. وعدت له والحمد لله، طلع قيمة الإعلان وطلع. الله يرزقه، يرزق كل مسلم يا رب. فرصة سعيد. الله يسعدك. والله أنا سعيد. طول عمرك. والله. والله أنا سعيد. خلنا نكمل مع سوالف. نرجع كمان جلسة مع الشباب. الله يعافيك. ما قصرت. بعيداً عن موضوع الليلة، عندي نصيحة. إذا تبغى تزعل لا تزعل بنسبة 99%، إذا مو 100% لا تزعل. يصير لك موقف تكون جالس مع مجموعة من أصدقائك، يعني مبسوط ومرتاح ومطمئن، ثم يجي واحد ويعكر صفو يومك، يرمي كلمة، يطش عبارة ويرفع ضغطك، ثم تأكل وتشرب في نفسك، تروح البيت وانت متضايق، يمكن ما تنام ذاك اليوم، يمكن تبدأ تحدث نفسك به، يا ليتني رديت، يا ليتني تكلمت، يا ليتني، ويمكن تبقى معك سنين ما تدري. لكن السبب الرئيسي يكمن بكونك زعلت بنسبة منخفضة بدون ما تكون متأكد من زعلك. إشلون؟ إذا أحد رمى عليك أي كلمة اسأله مثل ما كان يسوي عليه الصلاة والسلام، كان ما يصرح، كان ما يهاجم، كان يسأل، ما حملك على ذلك، فلان ليش سوي كذا؟ خليه يبرر. إن أصر أزعل بنسبة 100%، وإن بدأ يتهرب وحاول يهرب خليه يهرب ويطيح الحب. شكرا لك. الله يعافيك. سلمت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. متى رحت للليوان انا؟ تروح انت بس انه جدع ذاب البير ما قصر. راح؟ ها؟ ايه جدعه. اي والله. السؤال طبعا مخططنا عليه انا وابو محمد. ايه ايه. بس يوم سالت السؤال يوم قلب عيونه علي قلت لا تقتل المتعه. سقطت على البير. ذيب يا اخوي. والله اي والله. لكن ابو عمر سم عدوك سم، كم دولة زرت؟ انا سمعت رقم بدخل ارض. اي اسلم ابو محمد. سمعت رقم ما هو خيال. اي والله. لكن سبحان الله، سافر فانه في
في الأسفار كم؟ 5 فوائد. كلام جميل. أنت جمعتهن الحمد لله. وإذا وقفت مع رجل أو جلست مع شخص زار، أقول العدد تسمح لي؟ هو سأل عن الدول وأنت بتعطيها المدن. أنا زار. أنا الدول أنا أتكلم. زار أكثر من 3000 مدينة. نعم صحيح. تبارك الله. يعني إذا كان الشخص يزور ويكتب ويبحث ويسجل ويتابع كم جواز بس إنه وكم وكم. شوف أنا زرت 85 مدينة حول العالم، معدل 3000 وكلها مسجلة ومقيدة موجودة في قناتي في اليوتيوب. 85 دولة. نعم. ولا مدينة؟ 85 دولة. دولة هي. 3000 مدينة حول العالم بما فيها السعودية طبعاً. السعودية كنا وصلت حوالي 700 و800. يعني دائماً أنا من 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 الأشياء اللي أفتخر بها إني إذا ركبت الطيارة أحدد مواقع الأرض. إذا الطيارة قريبة في النهار أعرف المدن وأعرف الجبال، أقول هذا الجبل كذا وهذه مدينة كذا. يعني حافظ جبال المملكة. نعم، لأني من كثر ما مشيت في الأرض في المملكة وأنا في الجو أحددها. ما شاء الله. لدرجة والله إني طبعًا لأن بيتنا قريب من المطار في جدة، إذا قال طير واضح أصلًا بيتها محددة أعرف الموقع. لكن من الطرائف اللي ما أنساها إني في الطيارة وريت واحد من أصدقائي مكان المدرسة اللي كنت أدرس فيها في منطقة الدوادمي. الدوادمي جيت بشكل طولي يعني 7 كيلو، فقلت له أدرس في المكان ده. وريت هي من الجو لأنها كانت منخفضة، لأن بمعالم الأرض والجبال البيضتين الجبال وكذا حددت وقلت هذه المدينة. الشيء الثاني إني أحدد الأودية وأعرف إن هذا وادي كذا وهذا وادي كذا وهذا الطريق اللي يروح للمدينة الفلانية، لأن خلاص من كثر ما مشيتها في الأرض حفظتها. أمس وأنا جاي من جدة إلى القصيم تكلمت عن أودية كثيرة، جبال، مواقع، معارك، الغزوات، طريق الحجاج اللي يطلعون من الحج الكوفي، حج الحين حجاج الكوفة يختلفون عن حجاج البصرة، كل واحد له طريق، كلهم يمروا منطقة القصيم من هنا. أبو عمر، هالحجاج الكوفي لهم طريق والبصرة لهم. نعم، إيه لهم طرق. نعم. ما شاء الله. إيه هم في العراق، هم كلهم يجون من العراق، فبس إن هذولي عشان المدن مختلفة، زي الحين يجون عن طريق الجديد تتعرعر، وبعضهم يجي عن طريق الكويت مثلا حاليا. فهي عندنا في الجزيرة العربية دائما أتكلم أقول الجزيرة العربية بشكل عام والمملكة بشكل خاص فيها مواقع تاريخية عجيبة جدا، أقدم حضارات العالم موجودة في الجزيرة. طلعت ترى من هنا، ترى يعني شوف أوروبا والقارة العجوز وما قالوا لها، الجزيرة العربية قبلها كانت طريق الحرير، طريق البخور، رحلة الشتاء والصيف كلها تمر من هنا. أنا تكلمت قبل فترة عن معبد للآشوريين قبل 3000 سنة. المعبد هذا شمال الرياض الآن واسمها بنبان، معروف عند أهل الرياض يعرفوا بنبان. الآن متر يقول وصل ب5000. وهي أصلا المنطقة أصلا كانت معبد للآشوريين، كانوا يجون من سواحل عمان بالتوابل الهندية ويطلعون للشام، فكانوا ينزلون في بنبان وفي بعلبك. حتى لو تلاحظ الأسماء متقاربة، بنبان وبعلبك كانت معابد للآشوريين قبل 3000 سنة. عندك رحلة الشتاء والصيف اللي تطلع من 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 مكة إلى الشام ولا إلى اليمن، فكانت كلها موجودة في الجزيرة العربية. طيب أبو عمر، الآن وانت كاشت في البر. إيه نعم. لحالك طبعا. صحيح. لحالك. ما تونون، ما تهيجن، وش تزين؟ خلينا نقول وانت تكشن. إيه. ما تونون. طيب. ما تهيجن. أبعطيك شيء ثاني. أنا لو أطلع مثلا من القصيم إلى جدة لا أشغل لا راديو ولا مسجل ولا أسمع أي شيء. أبداً. أبداً. تلقى 6 ساعات ما أسمع حاجة. تأمل واستمتاع. تأمل واستمتاع. أنا وش أزين؟ طبعاً كثير من الناس توقع إني أطفش، أنا ما أطفش، أنا أرد على الواتساب، أرد على السناب، أرد أقرأ تويتر، خلصت محمل كتب، ومن ضمن الكتب محملها كتاب اسمه فوبيا الجن وأقرأ فيه وأنا في البر. وأنا في البر أقرأ في هذا الكتاب. يا سلام. لأن شوف الجن مخلوق موجود ولا ننكره، لكن الله سبحانه وتعالى يقول وإن رجالا من الإنس كانوا يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذا خفت زادك رهقا. الموية هذه لو أحطها 10 سنين الجن ما يشيلها ولا يشربها، هو ما يذيك إلا إذا أنت أذيته. إذا أذيته في نفسه ولا في عياله بيذيك، إذا ما أذيته ما يقول لك شيء. خلي يتكلم خلفش. أنا جالس أحيانا قارورة تحذف، حجر يرمى جنبي، ما أعطي بال، خلاص بالعكس عادي خلي. طيب يمي واحد جني يلعب. هم ليسوا بشيء، هذا قول عزيز. ايه انا يبدو لي، انا ما اقولها كشيء صراحه، لكن يبدو لي انه اجمل خلق الجن. صح. لا يمكن يسوي لك شيء نهائي، لا يمكن يضرك الا اذا انت ضريت او كبيت مويه حاره وكذا. طالما ما قلت له شيء هو بس مجرد تخويف. فالبر وسوالف نحن دائما اصلا حتى اللي يقول انا شفت الجن، الله سبحانه وتعالى ضرب مثل يقول طلعوا كأنه رؤوس الشياطين، ما حد شاف الشياطين، بس الله قالها كذا يقرب لنا أن شجرة سيئة الخلق وسيئة الشكل
لأن العرب دائما هذا كلامهم يسولفون عن الجن والجن، إلى أن احنا تصورنا أن الجن شكله سيء أصلا ما حد شافه، بس القرآن يقرب لنا دائما الأمثال، يضرب الله الأمثال. ما تشوف على هيئته اللي خلقها الله عز وجل، تشوفه يتشبه ب... أيوه اللي يشوف فيه، فيه نقطة، في ناس يشوفه تشبه له في 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 قطو ولا في مرة ولا في شيء، هذا فيه مس، هذا أكيد فيه مس، طالما أنك شفته هذا فيه مس. إذا ما شفته جاك بين الحلم واليقظة، أو زي ما نسميه النعاس، إذا بديت تنعس سمعت أصوات وكذا، هذا يخيل لك، هذا مجرد أحلام، إن الشيطان يخيلها لك فقط لا غير، ولا هو لا يجيك ولا شيء. ولا أنا تصير معي مواقف أخرتها قبل يومين تكلمت هنا تكلمت عن 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 هنا، لأن أحيانا الأصدقاء والمتابعين يطلبون قصص الجن وأعطيهم من القصص اللي صارت لي. سولف ذاك اليوم قلت حتى لو بتعشون الله يحييهم، وفعلا جوني يوم رقدت جوني وجدوني وصار في مواقف كذا ذكرتها قبل كذا في القصص. فتصير طالما أنا كنت في البر، هذه مواطنهم الأودية، الجبال هذه مواطن الجن. انا ما ودي نسترسل الجن، هو خايف ابو محمد ترى انهم يجون عندنا يصورون. اي لا ما يجي والله، بكره ابو محمد مستضيفهم بحلقه. ما ودي اتكلم ابو شينا، انا والله تحفظ بالمواقف اللي مرت علي والاشياء اللي شفتها و... فانت تشوفك اشوف اشياء كثيره تصير، اشياء ما ودي اقولها طبعا للناس. لا انا فيه خوي لك بالكشتات من اجمل وأطيب وأحن وألذ الأيام والساعات والدقائق أن تقضي مع هالرفيق ذا بالبر. حقيقة قلت لي حنا بالكامل قبل يوم الأربعاء في جدة أني أنا وكذا جينا المكان ومرينا كذا. حقيقة وأنت تتكلم يا أبو عمر والله أنه تجي يعني أحيانا تخلك العبرة، وكثير من الناس غافل على الشيء ذا صراحة. ما في أحن ولا أطيب ولا أجمل من الأم، صدقت. إذا طلعت معك للبر ترى هي السعادة. صحيح. والله وأنت تكلم بعمرني أقول أغبطك على الشيء ذا. الحمد لله. وأنت قلت أكثر رفيق لي طلعات للبر حول جدة وقريب جدة عشان ما تتعب أمك. أي نعم صحيح. يا ليت تعطينا من واقف الطلعات معه أو شيء أعجبك أو أثر وجدته، ربما كلمة لا تقتل المتعة ما أصدرت إلا من يوم رفعت يدي قالت يا رب توفي وليدي تسعد بالدنيا ولا. طيب سؤالك أبو محمد والإجابة أبو عمر راح تكون بعد فقرة أخونا وحبيبنا أحمد القرعاوي فن شعبي، وراجعين لكم بإذن الله. شبتنا غير الله يحييكم، فقرتكم فن شعبي صاحبنا بهالفقرة ويسعدا ويشرفا الأستاذ صالح عبد العزيز البادي. الله يحييك أبو عبد العزيز. الله يحييك يا أبو صالح يبارك فيك. فننا الشعبي هذا اليوم هو العرضة السعودية، والعرضة السعودية كانت تقام قديما مع الحروب قبل الحرب تحميس وتشجيع المقاتلين، وبعد الحرب نشوة بالانتصار تقام العرضات، وكانت تصاحب موحد هذا الكيان الملك عبد العزيز في جميع فتوحاته. وبعد ما استتب الأمن وتوحد الحكم وهالأمن اللي احنا نعيش فيه، أصبحت تقام بالأعياد والأفراح واستقبالات الملوك والأمراء. العرضة عبارة عن صفين متقابلين يحملون السيوف، وبينهم مجموعة من الأفراد يحملون الطبول ويؤدون الإيقاع. له لباس مخصص طبعا، يلبسون مرودا تحت الصاية هذه اللي له الأكمام الطويلة هذه وفيها الصاية، وفيه مجموعة من الألبسة، بيت الفرد، المجند، الخنجر، ومع الخنجر يكون حزامه. نبي ناخذ نموذج الآن من شيلات العرضة، وقبل العرضة عادة تكون الحوربة، فيجي اللي يقود المجموعة يحورب يقول يالله يا ليلى ليلى غيرا، وهم كأنهم يستجيبون للنداء فيقولون أبشر يا ناصر جنده على العدوان، أبشر. مثال للشيلة من كلمات فهيد بن متحيم رحمة الله عليه، وهو شاعر الملك عبد العزيز، يقول
يا الله يا عدل النظر، يا الله يا عدل النظر، اجعل لنا صيت نكار، اجعل لنا صيت نكار، لاقي لبو تركي ظهر، لاقي لبو تركي ظهر، تخمرت كل الحرار، تخمرت كل الحرار، ارتج نجد والبحار، ارتج نجد والبحار، يوم اشقر الجنحان يطار، يوم أشقر الجنحان طار. نكتفي بهذا القدر، والآن نرجع للشباب. بشر شبتنا غير، شبتنا غير. حياكم الله من جديد، هلا والله ومسهلا بأعزائنا المشاهدين. رجعنا لكم بعد فقرة أخونا وحبيبنا أحمد القرعاوي وفن شعبي. نرجع لسؤال ابو محمد اللي طرحه على اخونا ابو عمر، وتفضل ابو عمر المايك عندك. اي نعم، انا من الناس اللي دائما انبسط اذا اخذت امي معي، امي وزوجتي وعيالي ينبسطون في البر، وخصوصا لما نكون يعني رحله اليوم الواحد يسمونها، نطلع بعد العصر ونرجع على اخر الليل بعد ما نتعشى وكذا. انا اتذكر مره قالت الوالده تسولف على اخواني، انا ما كنت موجود، لكن وصلوا لي السالفه، قالت انا ما شفت السعوديه الا مع ابو عمر. اي والله، لاني وديتها بفضل الله سبحانه وتعالى، لفت المملكه كلها معي، لفت المملكه كلها، طبعا كلها رحلات متفرقه على مدى تقريبا حوالي 5 أو 6 سنوات، كل مره اوديها مكان، بديت بها مثلا من جده الين وصلت تبوك، بعدين الى الجيزان، بعدين الى حايل، بعدين الى جميع مناطق المملكه بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن سبحان الله، يعني انا من الناس اللي لو حطيت شيء بفضل الله ما يخرب، لو حطيت ثلاجة تستمر 10 سنين 15 سنة، هذه يسمونها البركة. اي والله، هذا الناس يقول راتبي راح، طيب ثلاجة تخرب، موتر ينقلب، سيارة تصدم، ورع يمرض، بفضل الله سبحانه وتعالى لا حطيت شيء ما عاد يخرب، كله بركة الوالدين طبعا، امي وابوي. مقولة لا تقتل المتعة طلعت في نفس اليوم اللي ابوي دعا لي فيه، لاني كنت معه في المستشفى. الله اكبر. وكان راح يسوي عملية سحب مياه بيضاء، يقدر يسوق، يقدر يروح يجي. رحت معه قال ترى العمليه بسيطه، قلت له اذا هذا موقفي، اذا ما وقفت اليوم رفع يدينه وطالع من العمليه. يا رب سبحان الله، العصر سنبت ضربت. شوف دعوه سبحان الله، سواء الوالد الوالده هي ابواب جنه. ولا دائما يعني انا من الناس اللي ما احب اسنب واقول سووا كذا، سووا لامكم كذا، لا خلاص انا طالع انا الوالده. الناس متبرمجه تلقائيا، يروح ياخذ امه ويطلع خلاص، هي رساله بشكل مبسط، انا اللي اسويها الناس بتسويه على طول، تطبقها عملي انت فقط. انا اطبق عملي، سوي كذا، يعني تخيل لو قد اشرح للناس محاضره وفضل الام، ممكن واحد اثنين يطبقون الشيء، لكن يتابعونك طيب. ملايين. لو طيب. اخذت والدتك هذا، اخذ والدته ذا، اخذ والدته كذا. الان 2 في 1 الان يتابعونك على الشاشه. نعم. ونبغى سناب تسنبه انت الان وانت جالس، وش بتقول؟ ايه يلا سنابه انت الان، طلع جوالك وسنب سنابه، ورنا ودنا المشاهدين ينظرون وشلون طريقه السناب. سنب شلون سنب، معناه معاناه السنابين العفويين ابو عمر، صدقني صحيح. اي سناب، اي سناب، ابشر يا ابو ناصر بسنب، لكن مثل ما تفضل ابو محمد، انا من الناس اذا صورت لا يمكن اعيد السنابه، ارسلها كما هي. ولا وتصبر لمن يقضي هذا؟ ايه ولا تقطع؟ لا لا، اذا خلصت الشيء اللي ابغاه. ايه بس احيانا ما احب اطول السنابات، كثير من الناس يقول لي انت ما تكثر سنابات. طيب ورنا ورنا اي شيء، اي شيء سوي لك سناب. ايه سوي لك سناب، ورنا طريقه الاعداد. يقول لك ما عندي اعداد. إيه انا كل شيء كذا بدون تجهيز بدون تحضير، طلع السناب وعلى طول اصور. مثلا لو طلعت السناب هكذا، طبعا لازم احط فلتر عشان يزين الفلتر. شوف سناب شات سبحان الله، لو ترجع كاميرا الجوال تصور تلقى شكلك مقبول، صح. تروح كاميرا السناب ما يطلع شكلك زين، يبغاك تستخدم الفلتر. صح. هذا نظام السناب زي كذا، في ناس ما يعرفون الطريقه هذه، هو يبغاك تستخدم الفلتر، هو يضغطها اصلا. ايه
يضغط شو اسمه الدقه حق التصوير. صحيح ويعدله. نعم على اساس يبغاك تستخدم الفلاتر. حلو. حتى من المواقف جيت عند الجوازات ما يقول لك ناظر في الكاميرا، قلت لي حط لي فلتر، قلت ضحك السناب ناظر بدعمه مع الاشكر. طيب مثل ما قال ابو ناصر الان انا طالع للبر واخذ معي الاغراض ومعي الوالده. الله يحييكم، تابعوا الرحله سوف نستمتع نحن واياكم، كونوا في الموعد واستمتعوا. هذه الطريقة. نعم زي كذا بدون أي شيء. لكن لو أخطيت قال كونوا على الموعد واستمتعوا. إيه؟ هذه صارت لازمة خلاص. إيه؟ أنا أعتبر السناب نفس قناة المجد. قناة المجد الآن أنت اخترت أنك تكون متابع لقناة المجد وأخذت الريسيفر وحطيته عندك. جوالك مو معك، اختر من التابع، اختر من التابع. صحيح. فلان 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 فلان. عيالك نفس الكلام، جوالاتهم معهم مو معناته له الحرية، لا أنا مربي أنه يأخذ راحته. أوكي ما خالف، بس تعلم وقل له ورم من اليوم من طلعات ربعك اللي انت تتابعهم، خلوه يوريك من هو يتابع. صح. ممكن يتابع شيء ما مو انه مثل ما قلت ما مثلا مستويات هابطه، لا ولكن ما يوديه بعيد. لكن استهت مثل ابو محمد او او داخل مجال يعني مثلا مجال. كثير من الاسماء اللي ما يحضرون معنا الان لكن الحق الاثنين اللي جنبي تابع تلقى محتوى. صح. غير الطبخ وغير الطلعات وغير الكشتات، في محتوى. وفي ناس يقول لك انا اصلا ما حطيت سناب علشان يكون عندي محتوى، انا جاي بضحك. اضحك، ما قلنا لا. صح. لا تقتنع متعي ومسمع. نعم صحيح. لكن لا يكون محتواك سيء، لكن لا يكون محتوى كله يعني. إيه؟ طيب نقف عند النقطه هذه وودنا نسمع منك شيء ابو ذوق. انا اي والله تكفى دقيقه سم، انا بطلب منه قصيده. تكفى اي والله. قصيدة ثمنها طلبها. اي نعم، ابي قصيدك عنها الرجال. ديب الله يعافيك. ممتاز والله، ترى قصايد به واجد وديب. عندك الجر الله يعافيك. نعم. طول عمرك. وهي بعد شوف القصيدة هي نصيحة من ابوي وانا التزمت بها النصيحة. شوف يا ابو محمد، طول عمره يخليه. انا ابوي نصحن نصيحة. اي نعم، وانا التزمت بها النصيحة. بيض الله وجهك. فمن الالتزام هذا من نتائج نصيحة أبوي أنك تمدح مثل هالرجال. الله يعافيك. يقول المدح كايد والفعول ثقال. المدح كايد والفعول ثقال، محتاج له واحد كبير أفعال، اللي ورث اللي مورث طيب أبوه وجده ولا مورث طيبته من خال. وأنا من أول يوم أصبح شاعر أبوي وصاني وصاه وقال لا تمدح الخايب ولو أعطاك، وامدح كفو لو ما أعطاك ريال. وأنا من أول يوم أصبح شاعر أبوي وصاني وصاه وقال لا تمدح الخايب ولو أعطاك، وامدح كفو لو ما أعطاك ريال. واليوم أبمدح واحد يستاهل جمايله بالناس كثر جبال، ذيب العتيبي لو تعد فعوله ترفع علشان الكريم عقال. راع الجمايل لو تعد أفضاله والله ما شالت جزاه جبال، ولو جيت تلحق طيبته ما تقدر لو يلحق حصانه مية خيال. لأن طيبته فطرة ما هي تصنع، ولا يحتري من طيبته أفضال. لو إننا ما نخاف من شرع الله نحط له وسط الدول تمثال، عشان يبقى رمز طيب بجيله وتوارثه من بعدنا أجيال. الله يجزى شايبه بالجنة يوم نخلف للكرم رجال. سلامتك. نعم صح لسانك. صح لسانك. طول عمرك. وجهك أبيض. وتستاهل والله يا أبو عمر. طول عمرك عليك زود. أبيك لليوان. اللهم سلم وسلم. الليوان طيب تحقيق. لا تقتل المتعوب. انا ما صدق خلاص. ما عليك الامر زين. بسم الله توكل. شطت ناغي شطت ناغي. اهلا وسهلا ابو عمر، حياك الله. الليوان جميل وممتع وجلسة الليوان ممتعة. ابو عمر انا يجول بخاطري وبخاطر كثير من الناس اسئلة، كيف تتعارض مثل السفر والسياحة والسناب وطلعات البر معك كمعلم ورسالة كمعلم 21 سنة؟ مر عليك أكيد قصص غريبة وقصص جميلة مع الطلاب، أتمنى أن تعطينا قصة، أي قصة مرت عليك مع أحد الطلاب. شوف أول شيء بالنسبة للعمل ما يتعارض، أو الوظيفة أو التعليم ما يتعارض مع الحياة العامة وحياتنا الاجتماعية، كان تصوير أو توثيق أو رحلات أو سفرات ما يتعارض معها.
ولكن لابد من التوفيق فيها، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. المواقف كثير ومر علي كثير من الطلاب، سنين طويلة مروا علي من الطلاب، في بعضها المضحك، بعضها المبكي، بعضها المحزن، بعضها يعني في مواقف كثير، لكن فيه موقف لا يمكن أنساه. طبعا احنا ما نربط عملنا داخل الفصل الدراسي والحجرة الدراسية أو داخل المدرسة وخلاص يقطع، لا جميل. حتى خارج، لأن معلم تربوي أب يعتبر في كل الحال يعتبر نفسه أب. أنا أذكر مرة من المرات كنت جاي من عند الشباب من أخيانا كذا سمرانين في الاستراحة، وأنا راجع لقيت واحد من طلابي نايم في الحديقة. لا إله إلا الله. استغربت منه ليش نايم في الحديقة، ناديته شو عندك هنا؟ طالب ثانوي، طالب مرحلة ثانوية ليش نايم هنا؟ قال لي زعلان من البيت وطالع. أخذته وديته وين؟ في شقة مفروشة. بعد ما فهمت منه أنه هارب من البيت، لأنه هو أصلا يتيم الأبوين، أمه وأبوه متوفين وما في أحد يرعاه إلا جدته، وجدته كبيرة في السن وتتعب، أو كان ما أدري إيش اللي صار من ظرف، لكن أنا طلعت الرجل هذا وأخذت له استأجرت له شقة ونيمته، قلت بكرة الصباح تداوم، وبلغت فيها المرشد الطلابي وجلس معه. اكتشفنا أنه كان لفوا عليه شباب وعصابة على أساس يستخدمونه كمروج، لا إله، كمبيعات وكذا. فسبحان الله، يعني الموقف هذا اللي خلانا ناخذ الولد وكذا، وبعدين سلمنا الجهات المختصة الناس اللي كانوا حاولوا يستخدمون هذا الولد، واستلمت الجهات المختصة. لكن بعد كم سنة اكتشفت ان هذا الطالب، يعني الموقف، يعني سنين مرت اكتشفت انه صار معلم، لا إله، كمل دراسته الثانوية، كمل المرحلة الجامعة واصبح معلم. انا رجعت بالذاكره شوي لما شفته، فرحت وسلم علي، سلم على راسي. لما استذكرت الموقف ذا قلت انا لو تركته، لو ناظرت فيه وقلت ما علي منه، يا سلام، ممكن خلاص راح انحرف، ممكن يكون في داخل السجن او يكون محكوم عليه بقصاص بتهريب مخدرات او شيء. لكن سبحان الله، انا دائما اقول حتى الاصدقاء والزملاء، انت عملك كمربي وكمعلم فاضل ما هو داخل مدرسة، حتى خارج مدرسة رسائل تربوية تقدم في كل شيء، قدمت شيء جميل ومثال للمعلم المثالي، يعني سبحان الله، الله وجهك. أيوة، يعني هذا رأينا بيجي من رأي، ما في مسألة مالي دخل معلم إنه أنا داخل مدرسة فقط، لا، بل نفعك متعدي حتى خارج المدرسة. سبحان الله، يعني أنا ما أدري إيش اللي خلاني أسأله ليش نايم هنا، ليش قاعد في الحديقة، لأن الوقت كان متأخر وليلة مدارس. أنت تعمل تربية، تعمل توجيه، تعمل إرشاد، تعليم كله جماعه الدين. الله يبارك فيك الحمد لله، جزاك الله خير، الله يعافيك، ونرجع للشباب، طول عمرك، جزاك خير، سلمت. ما شاء الله تبارك الله، بيض الله وجهك يا ابو محمد، جزاك الله خير، امور طيبه يا ابو ناصر، شيء شيء بس خلها على الله يسلمك. كل شيء وقته حلو، محتاج يا حلو، الله يعافيك، وقرا عليك ولا ما عليك، الامور طيبه، بس خلونا كملوا وزهروا الباقي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، ما شاء الله. ابو فليح، ارحب، دفنا شوي، اي والله، عطنا من العلوم الزين، بندفع. طيب، يقول خلقت في الدنيا وانا ما معي شيء، بروح منها ما معي شيء منها، سجاه مع الهجوس طبيعة لي، طبيعة بموت ما جزت عنها، أشكي على الخلاق وارفع له يدي، لكثرة الأفكار يفك منها، أما الكرم قد فاز بحاتم الطاي، حتى الفرس من شان ضيفه طعنها، خلقت في الدنيا وأنا ما معي شيء، بروح منها ما معي شيء منها، خلقت في الدنيا وانا ما معي شيء، بروح منها ما معي شيء منها، يا جاهل الدنيا تراها كم الفي، يا ما اخبر اللي في حياته ومنها،
النحرة تلقى ما تتروح وجهي مثل الذلول اللي طويل رسنها وندبرت خلتك طايح ومرمي كم واحد لحاجة ما ضمنها. السلام عليكم. بيض الله وجهك. شكلي مسيد الله ترى خير. ما شاء الله. إن الليل معكم ما ينمل. اي والله. بيض الله وجهك. اي والله اي والله لكن كل بداية لازم نهاية وهذه إهداء مقدمة رجعك تسلم الله من المليون شجرة زيت زيتون وأتمنى إن شاء الله والتشرف وأخذ مكان أبو عبد العزيز بهالمجلس هذا وإنك تزورنا بالمزرعة إن شاء الله روح تعجبك عالم ثاني ترى جدا جدا من المتعة ما شاء الله تبارك الله إن شاء الله بإذن الله طيب وأنتم أعزائي المشاهدين وصلنا معكم لنهاية الحلقة ولكن ودنا نقول لكم السؤال اللي راح تجاوبون عليه بالهاشتاج كم عدد الخلفاء الراشدين تتعلمهم ولا نخليهم يدورون يدورون خلهم يدورون الله يوفقهم طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نلتقي باحبابنا واللي تعنا بالمسير سالفه ما سالفه كلمة تدرينا كثير التجارب حفلة كبير ينقلها الصغير شبت لغير